بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي الطلبة، بناتي الطالبات، مرحبا بكم في درس الدول الإسلامية. اخذنا الدروس السابقة اللي هي الدولة العباسية الأموية والعباسية، وندخل اليوم في أهم الدول الإسلامية. يعني الدولة العباسية هذه خلافة، ولكن هذه الدول الإسلامية هي انفصلت عن الدولة الإسلامية اللي هي كانت الدولة العباسية أو الدولة الأموية فيما سبق. أو الأغالبة والفاطميون والأيوبيون والموحدين. نأخذ اليوم دولة الأغالبة. قبل أن ندخل في الدولة، ما أسباب قيام دولة الأغالبة؟ زي ما اخذنا كيف قامت الدولة الأموية والعباسية، نفس الشيء دولة الأغالبة لها أسباب مهدت لقيامها. أول، حركة العلويون أو العلويين في شمال أفريقيا اللي هم من بنو هاشم، يعني في علويين ليسوا من بنو هاشم، وقيام دولتهم الأدارسة وأخذت تتوسع على حساب الدولة العباسية. لو تتذكروا في الدرس اللي فات جبت لكم حتى في السبورة في بعض أسباب سقوط الدولة العباسية، وهي نشأة دويلات داخل دولة، منها دولة الأدارسة وبنو بويه والدولة الرستومية، وهذه كلها طبعا انفصلت عن الدولة في عهد الخليفة هارون الرشيد والمأمون. هنا العلويين في شمال أفريقيا، طبعا هذا مؤسسهم اللي هو دولة الأدارسة عبد الله الإدريسي، طبعا فر من معركة فخ اللي هي طبعا استعمل فيها أبو جعفر المنصور لما قام الثورة في المدينة المنورة، يعني تنادي بأحقية العلويين في الخلافة، اللي هو ينادوا بحقية العلويين اللي هم بيت بنو هاشم، فجهز لهم جيش وغزاهم وفر منهم عبد الله الإدريسي، هذا اللي قام بتأسيس دولة الأدارسة اللي هو إدريس بن عبد الله عام 272. هاي طبعا دولة الأدارسة اللي قامت في المغرب، بالتحديد دولة المغرب، وهو من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام. فر من طبعا بطش الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، هنا طبعا أسس الدولة متاعه وتوطد في المغرب العربي. كما نذكركم بقيام عبد الرحمن الداخل بقيام دولة وين؟ في الأندلس. هاي طبعا عندها نسبته، اتخذها عاصمة له. هنا قامت دولة الأغالبة فيما بعد. لماذا؟ لأن هارون الرشيد يتميز بالحكمة والذكاء. عندما علم بقيام دولة الأدارسة، خاف أنه هو باقي الوطن العربي أو نفوذ الدولة العباسية ينفصل منه أو ينفرط منه، فحاول أنه هو ينصب والي يكون تابع له. فهنا نشأت دولة الأغالبة، وهي سنة 184 و 296، حوالي 109 سنة هذه هجرية، و 800 و 909 ميلادية. نأتي لي من مؤسسها في الأول. أول هو الأغلب بن سالم، هذا جدهم. أمراء الأغالبة اتخذت من تونس والجزائر مقرها، وكذلك شرق ليبيا موجود الدائرة الحمراء، عند الدوائر الحمراء هذه تونس والجزائر وجزء من شرق ليبيا. هنا قامت دولة الأغالبة، وهي تنسب إلى الأغلب بن سالم. أمراء الأغالبة، المؤسس الحقيقي هو إبراهيم بن الأغلب، الثاني زيادة الله بن إبراهيم، هذا ابنه. الخليفة الثالث هو زيادة الله الثالث. طبعا زي ما ذكر حكمهم، إبراهيم بن الأغلب 184 هجرية، زيادة الله بن إبراهيم من 201 إلى 223 هجرية، زيادة الله الثالث 296 هجرية. نأتي من هو المؤسس الحقيقي؟ هو إبراهيم بن الأغلب. نصبه هارون الرشيد على ولاية أفريقيا، واعترف به أنه هو والي عليها، وطبعا حتى يكون زي ما تقول عليه عينه. عندما خاف من توسعات، يعني قلنا نشأة الدويلات داخل دولة، وخاف من سقوط الدولة العباسية، وهذا حصل طبعا، سقط الدولة العباسية نتيجة الدويلات هذه، قام بتولية إبراهيم بن الأغلب.
نات إبراهيم الأغلب كان أبوه يشتغل في الجيش العباسي، يعني نقوله جندي أو ضابط. هنا بعدين جاء ابنه من بعده فنصب الخليفة هارون الرشيد على ولاية أفريقيا اللي هي وين مقرها تونس، في تونس حتى القيروان بالتحديد قيروان. طبعا شن وكل المهمة أنه هو يقف ضد توسع الأدارسة اللي هي قلنا قامت بدولة الأدارسة بزعامة عبد الله الإدريسي. وهنا انفصل بعدين فيما بعد إبراهيم بالأغلب انفصل الخلافة العباسية، يعني كأنه بيأسس الدولة متاعها هي دولة الأغالبة ونسبت له هذا الاسم، وهو دولة الأغالبة نسبة إلى اسم إبراهيم بن الأغلب. فهنا لما عرف هارون الرشيد أنه بيستقل أمر بدفع مبلغ من المال حوالي تقريبا 40,000، ولكن مصدر القرار مازال يقول إلى الخليفة هارون الرشيد. هنا طبعا توسعت دولة الأغالبة وكان لها دور كبير، غزت في مالطا وإيطاليا وكانت دولة قوية جدا، لدرجة أنه قال لك الأسطول أو السفن اللي كانت تمر عبر الشواطئ القيروان والمناطق اللي سيطر عليها هي في المغرب وشرق ليبيا تدفع في يعني زي ما تقول الأتونات أو الواحد حتى تمر، يعني كانت ذات نفوذ قوي جدا دولة الأغالبة في منطقة اللي سيطرت عليها البحر المتوسط وجزء من حتى أوروبا، سيطرت غزت صقلية وغزت مالطا ودخلت إيطاليا وخرجت منها، فكانت دولة قوية جدا في عهد إبراهيم بن الأغلب وزيادة الله بن إبراهيم. هنا طبعا أقره الخليفة المأموم، احنا قلنا إبراهيم بن الأغلب من نسبة خليفة هارون الرشيد، ثم توفي هارون الرشيد وورث الحكم من بعده لابنيه الأمين والمأمون. عندما تولى المأمون خلافة الدولة العباسية أقر زيادة الله بن إبراهيم، يعني بعد إبراهيم بن أغلب أخذ من بعده ابنه عبد زيادة الله بن إبراهيم الولاية أو حكم دولة الأغالبة، أقره الخليفة المأمون. شو معنى أقره؟ يعني الخليفة المأمون لم يقم بعزل الأغالبة من الحكم، يعني خلاص هم في عهد هارون الرشيد تم الاعتراف بهم وكان يدفعوا في المقابل استقلالهم، ولكن لما تولى هارون الرشيد المأمون خلافة الدولة العباسية أقر على ما كان عليه والده وهو هارون الرشيد. هنا طبعا وكانت له القدرة في والكفاءة، يتميز الكفاءة الحربية وأخمد التوراة اللي قامت في الأدارسة والتوراة الأخرى اللي قامت ضده، كذلك اعتنى بالأسطول الإسلامي، غزا جزيرة صقلية وسردينيا بقيادة أسد بن الفرات واهتم كذلك بالعلوم. هي طبعا أهم أعمال إبراهيم بن الأغلب، وقف ضد توسع الأدارسة، انفصل عن الخلافة العباسية بعد دفع مبلغ مالي إلى هارون الرشيد، بناء قوة بحرية، غزت مالطا وإيطاليا وبناء الدولة العباسية التي أصبحت عاصمة لدولة الأغالبة، أعمال زيادة الله بن إبراهيم وهو أقره الخليفة المأمون، يتميز بالكفاءة الحربية والذكاء وتمكن من إخماد التوراة التي قامت ضده، اعتني بالأسطول الإسلامي وغزا جزيرة صقلية وسردينيا. نأتي لأثر حكم الأغالبة، يعني شن قام الأغالبة؟ طبعا قبل نأتي لحكم الأغالبة، هذه جزيرة باري وروما، هذه غزاها إبراهيم بن الأغلب وزيادة الله بن إبراهيم، سيطروا عليها فترة من الزمن ثم خرجوا، هذه جزر إيطالية. أثر حكم الأغالبة، يعني لما حكم الأغالبة بما كان يتميز حكمهم؟ أولا نقل الحضارة الإسلامية من الشام أو العراق والعراق إلى شمال أفريقيا، نقلنا الحضارات اللي هي قامت في عهد الدولة الأموية والعباسية أثارها نقلوها إلى شمال أفريقيا في تونس والمغرب وليبيا، انتعشت الصناعة والزراعة والتجارة، كذلك اهتموا بإنشاء البريد وأنشأوا له إدارة عامة، أقاموا مستودعات زي ما نقول احنا بير أو أبار لخزن المياه، تشجيع النهضة الفكرية كما كانوا في قبل العلماء، أنشأ أسطول قوي. طبعا أخذت الدولة دولة الأغالبة في الضعف والانحلال ثم السقوط، وهذا طبعا سنة الله في الكون، يعني كل دولة تنهض ثم تضعف ثم تسقط. نهاية دولة الأغالبة أخذت في الضعف والانحلال لضعف أمرائها والتوسعات وتنزعهم عن الحكم،
وانتصر عليهم الفاطميون. هنا شنو يجينا دور عبد الله الشيعي؟ هنا نشأ دولة شيعية أخرى في بلاد المغرب فنافس بها دولة الأغالبة. هنا بدأ الضعف والانحلال يدب في دولة الأغالبة وتنازع الحكم، وانتصر عليهم الفاطميون في أفريقيا بقيادة عبد الله الشيعي، وطرد زيادة الله الثالث، وبذلك انتهت دولة الأغالبة. نجي طبعا مراجعة، نراجع الدرس ده، يعني دولة الدرس بسيط وصفحة بس، مش ناخده درسين نكتره. قلنا دولة الأغالبة نشأت سنة 184 و296 هجرية و809 ميلادية. مؤسسها الحقيقي أو هو من قام بهذه الدولة هو جدهم الأغلب بن سالم، امتدت في تونس والجزائر وشرق ليبيا دوائر الحمراء. أمراء الأغالبة المؤسس الحقيقي هو إبراهيم بن الأغلب، أسست عام 184 هجرية. من بعده اللي هو زيادة الله بن إبراهيم تولى الخلافة عام 201 إلى 223 هجرية، اللي بعد هذا آخر خليفة اللي طبعا انتصر عليه عبد الله الشيعي وأسقط دولة الأغالبة زيادة الله الثالث عام 296 هجرية. نأتي لأعمال إبراهيم بن الأغلب وهو المؤسس لدولة الأغالبة. أول عمل قام به وقف ضد توسع الأدارسة لخدنا بقيادة عبد الله الإدريسي والتي قام دولته في المغرب وانفصل عن الخلافة العباسية، طبعا بعد أن اعترف به هارون الرشيد ونصب على ولاية أفريقيا وهي بالتحديد في تونس القيروان. أراد الانفصال فأمر بدفع مبلغ من المال واستقل عن الخلافة، ولكن في النهاية يعني حتى بيقولوا فيها الجانب الروحي أو المعنى أن هم ينسبوا مازال للدولة العباسية، لم يستقلوا نهائيا. هنا طبعا بنى قوة بحرية، غزت مالطا وإيطاليا، وبنى الدولة العباسية اللي أصبحت فيما بعد عاصمة لدولة الأغالبة. توفي إبراهيم بن الأغلب، تولى بعده ابنه زيادة الله بن إبراهيم. نفس الشيء بعد أن تولي الخلافة المأمون بعد أبيه هارون الرشيد أقر حكم الأغالبة وأقر ولاية زيادة الله بن إبراهيم. طبعا مميزاته وأعماله اللي هو طبعا استطاع إخماد الثورات التي قامت ضده، ويتميز بالكفاءة الحربية والدهاء والحنكة، اعتنى بالأسطول نفس الشيء على نهج أبيه، وغزا جزيرة صقلية وسردينيا بقيادة أسد بن الفرات، وكذلك اهتم بالعلوم والآداب. أثر حكم الأغالبة قلنا نقل الحضارة الإسلامية، نقلوها اللي خديناها في الدولة الفاطمية والدولة العباسية، نقلوها وين؟ إلى تونس. انتعاش الصناعة والزراعة والتجارة انتعشت في عددهم، كانت تترك القوافل والزراعة وغيرها في دولتهم أو في خلافتهم. اهتمام بالبريد وأنشأوا إدارة عامة له، البريد معروف هو الرسائل اللي كانت يعني كانت تنقل باليد، ما كانتش فيه زي توا طبعا تطور العلم أو الحضارة. إقامة مستودعات اللي هي خزن المياه وقت الأمطار، كانوا يديروا في زي المباني زي البير، يعني بناء هيك بسيط أو زي الجاب نقولوا إحنا، يخزنوا فيها في المياه وقت الأمطار. شجعوا النهضة الفكرية، يعني لم يكون يعني زي ما حاربوش نقولوا علماء والأدباء، بالعكس شجعوهم على نهج الدولة العباسية. وانشأ اسطول قوي استطاعوا به دخول الى ايطاليا والخروج منها، وغزوا باري في روما وصقلية وسردينيا، ثم اخذت هذه الدولة التي كانت طبعا تتميز بالقوة وبالاسطول البحري وبالتمدد في شمال افريقيا، اخذت بالضعف والانحلال، ونتيجة طبعا حتى امرائها اللي طبعا تولوا الحكم فيما بعد كانوا ضعفاء، كانت في منازعات على الحكم. هي نفس تقريبا اسباب سقوط الدوله العباسيه والامويه، كلها في نزاعات في ضعف الامراء جدد، يعني ما فيش اهتمام بالدوله، هذا يؤدي الى تصدعها وسقوطها. وهنا طبعا قامت دويله اخرى ثانيه اللي هي دوله الفاطميون، حناخذوها ان شاء الله في الحصه الجايه، وهي التي قامت في المغرب بقياده عبد الله الشيعي. وهنا عبد الله الشيعي حناخذ شويه نبدا عليه قبل ان ننهي الدرس. هنا طبعا دخل إلى
كتامة في المغرب، وزي ما تقول قال يعني حاول ان يحبب فيه الناس، ونين هو طبعا كان خشم تخفي يمهد للدولة الشيعية. فهنا لما هو كان رجل دين ورع وعلى علم بالدين، فهنين الناس اللي في كتامة، هي كتامة منطقة في المغرب، حبوه. وهنا طبعا زي ما تقول يبوا يتخلصوا من زيادة الله الثالث، وبذلك طبعا فعلا استطاع ان هو يقنع الاهالي، واستطاع اسقاط الدولة الاغالبة، وانتهى فصل من فصول الدول الاسلامية الصغيرة وهي دولة الاغالبة. طبعا الواجب ما خلوه ان شاء الله الحصة الجاية نجمعها كلها دولة الاغالبة والفاطمة مع بعضهم. نتمنى ان تكون قد فهمتوا، واي ملاحظة اي تعليق بناء، وليس يعني تتبع الاشياء البسيطة اللي هي يعني انسان قلنا يخطئ ويصيب، فنتقبله بصدر رحب، ونتمنى ان تستفيدوا. وفي نهاية الحصة نشكركم على حسن إنصاتكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.